قالوا ابن عمي أولاك شوفوا للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني فرنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمد محزوني نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العداد معيني أي الرزايا أتقي بتجلدي هي في النوائب ما حييت قريني فقدي أبي أم غصب علي حقا أم كسر ظلعي فقدي أبي أم فقدي أبي أم غصب علي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني ومن هذا إلى هذا 40 يوم كل يوم جسمها ينحل يتحلل اليوم هذا فاطمة شنو حالها خيال فاطمة اليوم خيال يعني لما تنام على فراشها وتتلحف كأن الفراش ما عليه إنسان نايم فاطمة خيال اليوم اليوم هذا بالضحى الكبير لأن وفاتها بعد ساعة ساعتين من هذا الوقت بهالحال إجاها علي وإذا هي قد قامت من على فراشها تمسك الجدار تكاد أن تقع تطيح وهي تمشي متكئة على الجدار قال لها لماذا قمت يا فاطمة وين رايحة قالت يا علي نعيت إلي نفسي نعيت إلي نفسي وأريد أن أغسل شعور أولادي قحط يا فاطمة ما يغسلون شعور أولادك فضاء أسماء أو أمامة كلهم خدام لا 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 تقول أنا محرومة من خدمة أولادي من مرض إلى الآن ما أخدمهم وأولادي محرومين من خدمتي هالمتعة هذه يعرف تعرفها الأم الأم تعرفها الأم الحقيقية هي التي تعرف حاجة الأم إلى خدمة أولادها وحاجة الزوجة إلى خدمة زوجها ما وحدة تتمنى أنها ما تقدر تخدم أولادها ولا تخدم زوجها ولما اليوم آخر يوم قالت أريد أعيشهم الأمومة اي والله غسلت ثيابهم وغسلت اجسادهم وغسلت شعورهم وجت تمشطهم وتمشط زينب وتلبسها ثيابها مثل الام اللي ما عندها اولاد تحلم عندها بنت تمشطها وتعدلها وتلبسها فاطمة تحلم انها عندها القوة كل يوم تمشط شعر زينب ثم قالت يا علي يقول لي يا علي عند أي أم أيمن عندها الوصية مكتوبة وموجودة لليوم الوصية المكتوبة مكتوبة وموجودة مخطوطة بخط فاطمة يا علي وعندي وصايا الوصايا خاصة في قلبي لما قالت في قلبي وصايا قام وأخرج من في البيت فجاء إليها وهي على الفراش وجذب رأسها إلى صدره خلى رأسها على صدره وقال قولي يا فاطمة قالت يا علي ما عهدتني خائنة يعني هذه الأمة اللي قالوا هذه الأمة اللي سووها ولا كاذبة ولا خالفتك منذ عاشرتني قال أنت أبر وأتقى وأورع وأخوف من الله
أن أوبخك بمخالفتي، ولقد يعز علي يا فاطمة فراقك، إلا أنه يوم لا بد منه جددت علي مصيبة رسول الله. قالت يا علي، فأوصته بالوصايا، خلصت الوصايا الخاصة، ولا خل الحسن والحسين، دخل الأولاد، دخل الأولاد الحسين، الوالد هذا عن لسان الحسين، هذه العبرة الحسين، بطلي من لونين يا زهرة لا تشعبيني، بطلي من لوني بالله افتح العين، ترانا عمية عيوني، عزيزك انا حسين، بطلي ونينك تراه نحل عظامي، وقلبي تفطر يمك بنينك، تندبك والجفن دامي، والدمع محمر تنلطم عينك، وحامي الدين لك حامي، ايش دعوة يا حيدر تسمع يا ابو حسين، تصيح بفضادر كيني كسرى ولضلعي، بطلي من لوني يا زهرة لا، بطلي من لوني اويلي، بطلي ونينيك يا بنت المصطفى ياسين، قلبي ترى ذاب، بالله تقولي بعد هم التجانا وين، يا بنت الاطياب اويلي اويلي، كلهم اعادي يا يما، يا بنت المصطفى ياسين، صاروا هالاصحاب جدبتها وانتين، وقالت يا ضوى عيني بكم سطى البيت، بطلي من لو قالت يا كرار، تقوم وسكت اولادك، ما اقدر على النوح، قلبي ترى طار، اشوفك لازم افادك، والدمع مسفوح، كل الذي صار من اللي بالحبل قادك، يا معلم الروح من رفسة الشين بهاضني كسر ضلوعي، ومني عيب العين، بطلي مني وانا ارد اوصيك يا ابن عمي علي، ملزوم تنفذ وصيتي، وانا ارد اوصيك يا ابن عمي علي، ملزوم تنفذ وصيتي، امشي وخليك، ترانا يا علي بهاليوم يا سراج بيتي، دهرك يراويك مصايب يا علي، وهموم قربت منيتي، شنه الوصية قالت ويا المحبين، أريد أنك تواريني يا مشايد الدين، بطلي من إليوني وغابت فاطمة بعد عن الدنيا،
الدنيا ظلام عب عيون علي وعب عيون زينب والحسن والحسين. علي بعدها مات بسام وجعل إلى هذا الجسد النحيل كأني به ما يقدر يشيله. هو جسد وزن ما فيه لكن هدت المصيبة علي. قال يا أسماء أطفئ المصابيح. أطفأت المصابيح يا ابن عباس ناولني الماء. أخذ يناوله تناول يا أبا الحسن يتناول الماء وصب على جسد فاطمة من فوق الثياب يغسلها. قال له تناول والدنيا ظلمة تناول يا أبا الحسن تناول. وإذا به يسمع نحيب علي هذه صدمة. هذه صدمة إذا هي صحت. لأن أول مرة يسمعون نحبة لعلي. يا علي إذا أنت تبكي إحنا شو يصير فينا إحنا؟ رسالة وصلت وخلاها على وأدرجها في الأجفان. وقال قومي يا زينب فاطمة وادعيها وتزودي من قبل ما نوديها. طلعت تنادي زينب المحزونة خلوا النعش يا ابوي لشيلون حتى اولاد الزاجية يحضرون. اسمع السؤال بقلبك هذا يدق بقلبك هذا السؤال. بس تأمل وين الوديعة يا علي مودي. داروا على نعش البتول الزهراء يبكي الحسن وحسين يذرف عبره وكل ثوم تلطم راسها من الحسره وزينب عليها شابشه بيديها وفضة تحن وتصيح يا مولاتي قعدي وشوفي باليتم ساداتي شلي بحياتي ما أرد الدنياتي ولكن تمر دارج ولا انتبه. هذا البيت فيه عبرة وانت وذوقك عبرة. لأن أحيانا بكاء البعض الذي يبكون يبكون بذوق يبكون بوعي بفهم يعني شافوا الزاوية. وأسمتي نادي من الحيزين مدعورة بوداعة الله فاطمة يا حرى خبر النبي بضلوع خبر النبي بضلوعك المكسورة وقولي تراه الدار هجموا عليها وقولي تراه الدار. واسمعت نادي من الحزن مدعورة بوداعة الله فاطمة يا حورة خبر النبي بضلوعك المكسور وقولي تراه الدار اجمع عليه وقولي تراه الدار. اويلي اويلي بعد خلصنا اخر ما يحرك ضمائرنا وقلوبنا من مدفن فاطمة لليوم. يا قبر البتول عندي اعتاب يا
يا قبر البتول عندي عتاب عتاب رسومك ليش غابت عني لحظة ما ردنا قبر ما نريد ضريح ولا قبة ذهب ولا نريد صحان نريد صخرة محطوطة على قبر فاطمة مثل صخرة قبر الحسن تقول هذا قبر فاطمة يا قبر البتول عندي اعتاب رسومك ليش غابت عن الأحباب ما ردنا قبر لا صحن لا باب ردنا من قبرها حفنة تتراب وقضت وهي أكثر الناس وجدا الأزري الأزري الله وقضت وهي أكثر الناس وجدا في فم الدهر غصة من شجاها اسمع الأزري وثوت وثوت لا يرى لها الناس مثواه